نظارة سرورا، حقائق السرور. قال املأ سرك سرورا به، فرحا بقربه. والحق يفرح من عبده لما يقبل فرحان، يقبل رغبان، يقبل عليه الحق سبحانه وتعالى. فأقبل على ربك وأنت جذلان فرحان نشوان بسر الوجهة إلى هذا الإله. تدري أنت تريد عند من؟ تريد تتوجه إلى من جل جلاله؟ قال وحيث نسبك بالعبودية إليه جعلك عبده. وينسب لسيدنا علي البيتين المشهورين: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وفي لفظ: وجعلك خير خلقك لي نبيا. أنا أدخلت تحت قولك يا عبادي وجعلت نبي خير خلقك. الله، أنا فرحان. قال أكاد بأخمصي أطأ الثريا. وأطل به بالقرآن في موقف الساعة جذلنا وسرورنا، يعني فرحنا. وأطل به في موقف الساعة جذلنا وسرورنا. تشوف يوم الهموم الكبيرة والغموم، هو عند بعض الناس فرح، يوم الفرح حقهم. لا إله إلا الله. لكن عامة الناس يوم الهول والمهول. وأطل به في موقف الساعة جذلنا وسرورنا. حسن الثناء، قال نسبك بالعبودية إليه وأهلك الوقوف بين يديه، فقم بحسن الثناء عليه واذكر نعمه وأياديه وقربه وتولي. اللهم لك الحمد شكرا ولك من فضلك. ارفع معتدلا من الركوع انبساطا بقربه وافتخارا بحبه. انك ملأت سرك سرور وفرح بقربه، والآن منبسط بقربه ومفتخر بحبه، وهكذا الصلاة. قل سمع الله لمن حمده، يعني سماع قبول ومعجابة ورضا. أما هو يسمع كل شيء، يسمع خواطرك وضمائرك، يسمع دبيب النمل ويسمع كل شيء. لكن سمع قبول وإجابة ورضا ومحبة. سمع الله لمن حمده، قبل منه ذلك الحمد وأثابه عليه، وإلا فهو سمع كل شيء. يقول قل ربنا، من ربنا؟ كم منكم أنتم؟ أنت واحد ولا مجموعة؟ ربنا أنوي بالضمير جميع الوجود عموما والعالمين خصوصا. إيش الوجود؟ جميع الكون، العالمين إنس وجن وملائكة خصوص، أنا مروح العالم. جميع العالمين عموما، وجميع الوجود عموما، وجميع العالمين خصوصا. لك الحمد، يعني أنا عن هؤلاء العالمين وعن جميع ذرات الوجود الأخرى أحمدك. ربنا لك الحمد، مستغرق لجميع المحامد من حيث أحاط بها علمك، الموافي لنعمائك كلها، المكافي للزوائد. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيده. شذلنا كل حمد لغير مجازي، والحمد له حقيقي، إن كل حمد راجع إليه وصادر عنه متفضل به. وقلنا إحسان المحسن من خلقه بتوفيقه، والثاني مقابلته لهذا الإحسان واعترافه به بتوفيقه من عنده، فالحمد كله له. وأي واحد من الملائكة والإنس يحمد الرب، فما حمد هذا الرب إلا بتوفيق ودته، فالحمد منه وإليه على كل حال. الحمد لله، بس أنت تستفيد من هذا، ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. لك الحمد، فالحمد له حقيقي، واستشعر أنه لا يقدر على الثناء عليك إلا أنت، ولا يشكرك غيرك، وأنا أحمدك محمد جمزك، لكن خاطبك بالحمد ورضيه منك. استحضر أن لك الحمد مثل ما حمدت به نفسك، وإن بالجلال يجيك وعليم سلطانك، عدد الأنفاس والخطوات هذا كل شيء ولا منتهى له. ملء السماء، كل واحد من هذا الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يعني لو جسم معناه لملأ السماوات والأرض. وبعدها وما شئت من شيء بعد، إيش ومن شيء بعد؟ قال فوق السماوات والأرض، العرش والكرسي، بقية المخلوقات، الجنة، ثم فضاء التوحيد الذي لا منتهى له. استوسع مملكة الله. ولذا قال بعض العارفين: لو أذن للعرش أن يصعد لصعد بلا نهاية.
فضاء التوحيد الذي لا نهاية له، ولا أعظم من فضاء التوحيد. توحيدك للواحد المجيد أوسع شيء، لأنه الواسع جل جلاله. وقل لربك أهل الثناء، يعني يا أهل الثناء المثني على نفسك، كل من أثنى عليك بتوفيقك وفضلك، والمجد وكله لك، وكل مجيد من بمجدكم، فلا مجد لغيرك إلا ما كان منك. أحق ما قال عبد، أحق شيء يقوله عبدك، وكلنا لك عبيد تتصرف في ظاهرنا وسائرنا، أن نقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما معطيت، استحالة قدر غيرك، قدرة غيرك، فالأمر أمرك. ولا ينفع ذا الجد صاحب الحظ والمال والغنى والقوة والقدرة، لا ينفعه منك الجد، فلا يصل النفع من شيء إلى شيء، إنما يصل النفع منك بك، وتجري ذلك على أيدي خلقك وتنسب إليهم، والنافع أنت وحدك، فلا نافع ولا ضار إلا هو جل جلاله وتعالى في علا. الله يجري على أيدينا نفع عباده حتى يثبتنا في أنفع الأمة للأمة، وأبرك الأمة على الأمة وهو راض عنا. ورزقنا نشكر هذه النعمة، أن نقرأ كلام أهل حضرة وأهل قربة، ونتطلب نتشبه بهم ونكتدي بهم، وهذا من منته كبيرة علينا سبحانه وتعالى. الله يتم النعمة، يتم النعمة علينا حتى يجمعنا بهم مع سيدهم خير حماد وأشرف حامد ومحمود في العباد صلوات ربي وسلامه عليه، واللواء الذي يحمله في القيامة اسمه لواء الحمد. فيا ربنا لك الحمد، صلي على حامل لواء الحمد، وأظلنا بظل لواء الحمد، وحققنا بحقائق حمدك وشكرك على كل حال. يحمدون الله على كل شدة ورخاء، فهو المحمود في كل حال ويستحق الحمد، فله الحمد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وفقنا الله وإياك. الله لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، وكما اختصصت ما اختصصت بهذه المزايا فوفر حظنا منها، واجعلنا من أهلها، واربطنا بهم ربطا لا انحلال له ولا انفكاك أبدا، جعلنا بذلك من أسعد السعداء، جعل سر الصلاة في كل ذرة من ذرات أرواحنا وأجسادنا الدنيا والبرزخ والآخرة إلى أبد الآبدين، وزدنا من فضلك ما أنتهر يا أكرم الأكرمين، وأصلح شؤوننا ما أصلحت بشؤون الصالحين، نعلي درجات المتقدمين في هذه المنازل والأماكن، والدينا والدي أهل هذا البيت خاصة، وذو علينا وعليهم موتانا موتاهم وخاصة، موت مسلم أحياهم إلى يوم الدين عامة، معنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وعلي درجات أهل الحيون والمعلى والشبيكة وأهل البقيع والغرقد وأوليائك في غامض علمك، والدينا ومشيخنا والدول الأولياء أموات سيما حياهم إلى يوم الدين عامة، أصلح الشأن لنا وللأمة واكشف الأمة وعامل بمحض الجود والرحمة، ثبتنا في المحبوبين من عبادك وولادك في عافية وإلى حق النبي صلى الله عليه وسلم.